اهلا وسهلا بيكم يا شباب، معاكم محمد الجمال من تيم 5 ميديكس. هنشرح النهارده باذن الله اول محاضره عندنا في الاوتونوميك نيرفوس سيستم. تمام، طبعا دي مش اول محاضره عندنا في الفسيولوجي. احنا اتكلمنا في اول حاجه، كنا خدنا في الجزئيه الاولانيه في الفونديشن، كنا قعدنا نتكلم عن الترانسبورت اكروس الممبرين، اتكلمنا كمان عن الاوزموزيس، اتكلمنا كمان عن حاجات كتير جدا، اتكلمنا عن الهوميستيس، اتكلمنا عن الريستنج ممبرين بوتنشال. كل الحاجات دي اتكلمنا عنها في الاول. ده بقى موضوع تاني جديد اللي هو جزء من النيرفوس سيستم، هنتكلم عن الاوتونوميك نيرفوس سيستم. نبدا المحاضره بتاعتنا بانتروداكشن كده بسيطه. فاكرين لما احنا خدنا في موضوع الهوميستيزيس كنا اتكلمنا عن ايه؟ كنا قلنا ان الكنترول سنتر عندنا بتتقسم عندي لحاجتين، يا اما الاندوكراين سيستم يا اما بتكون النيرفس سيستم. كنا بنقول الاندوكراين سيستم ده اللي احنا ما احناش محتاجين فيه سرعه، ما هوش محتاج سرعه عشان يشتغل، ده بيكون سلو كنترول. ايه وظيفه الاندوكراين سيستم؟ قال لك وظيفه الاندوكراين سيستم ان هو بيفرز عندي هرمونات، كل هرمون بيختلف عن التاني في الوظيفه. يعني انت عندك مثلا في هرمون اسمه الجروث هرمون، هرمون النمو وظيفته الجروث. طيب عندنا هرمون اسمه الثايرويد هرمون، الثايرويد هرمون ده مهم جدا. الثايرويد هرمون ده اللي بيخلي الشخص مثلا ممكن تلاقيه قاعد ياكل 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 وما بيتخنش، لانه بيكون عنده ثايرويد هرمون كتير. مثلا شخص تاني تلاقيه ما بياكلش خالص وتلاقيه بيتخن، ده بيكون عنده هايبوثايرويدزم، يعني الغده اللي هي الغده الدرقيه بتطلع عنده ثايرويد هرمون قليل. تمام، يبقى احنا عندنا الاندوكراين سيستم وظيفته الاساسيه ان هو ايه؟ بيفرز هرمونات. على العكس من كده تماما عندنا النيرفس سيستم، النيرفس سيستم ده بيكون رابيد كنترول وعنده ثلاثه فانكشن مهمين جدا. الفانكشن الاولى سنسوري فانكشن وانتجريتيف فانكشن وموتور فانكشن. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا نشوف دلوقتي. فاكرين يا جماعه المثال اللي احنا كنا ضربناه، مثال الشمع، هنضرب مثال شبه بالظبط. انت مثلا لو في دبوس دخل في ايدك، ايه اللي هيحصل لك؟ هتقوم جاي عامل ايدك كده، ماسك ايدك الثانيه وساحب بيها الدبوس على طول، تشيل مصدر الالم. انت ايه اللي خلاك تعمل الحركه ديت؟ قال لك بكل بساطه ان انت عندك الدبوس لما عمل عندك في الجلد، هنا بيكون موجود عندنا شويه ايه؟ شويه سنسورز او ريسبتور بيكون موجوده هنا بتستقبل الالم ده، وتقوم جايه بعتاه في نيرف. العصب ده بيقوم جاي رايح عندي للريس بتاعنا. مين الريس بتاعنا؟ عندنا ريسين، عندنا الريس بتاعنا دايما بيكون السي ان اس. سي ان اس يا جماعه بيتقسم عند البرين والسباينال كورد، فهو يا اما هيروح للبرين يا اما هيروح عندي للايه؟ للسباينال كورد. طيب لو هو راح مثلا للسباينال كورد، النيرف ده بنسميه ايه؟ بنسميه افرد. خدوا عندكم قاعده، احنا عندنا كلمه الوارد، الحاجه اللي هي للنخاع بنسميها افرنت، يبقى الوارد اللي بيكون داخل بنسميه افرنت، واللي طالع بنسميه افرنت. يعني خدوها عندكم اصلا، يعني حتى مثلا لما تاخدوا الليفر، لما تاخدوا السبلين، اللي داخل بنسميه افرنت واللي طالع بنسميه ايه؟ افرنت. احنا عندنا العصب اللي بيكون رايح على السباينال كورد ده بنسميه افرنت نيرف. فالسباينال كورد قاعد يفكر يقول يا ربي هعمل ايه، يا ربي هعمل ايه، في دبوس داخل في ايد الراجل هعمل ايه. فراح جاي مفكر وقال اه خلاص الفكره جات لي، انا هقوم جاي رايح باعت عصب موتور عشان يحرك عندي العضله، العضله بتاعت ايه؟ بتاع ايده الثانيه، عشان يسحب بيها الدبوس. يبقى انت بس علشان يعني انت لما دخل الدبوس وانت رحت جاي ساحب على طول، في كل الوقت ده، في الوقت القصير ده يعني ثواني، اقل من ثواني، كل الفتره دي حصل ان في نيرف راح ونيرف جه وحاجات كتير حصلت، وسباينال كورد قاعد يفكر وحاجات كتير جدا. فعشان كده بنقول ان النيرفس سيستم بيكون ايه؟ بيكون رابيد كنترول، وعنده سنسوري فانكشن بتحس هنا، وبعد كده عنده انتجريتيف فانكشن اللي بيعملها السي ان اس سواء برين او سباينال كورد، وعنده ايه؟ موتور فانكشن اللي بتعملها مثلا الموتور نيرف اللي هيبعت عند العضله او غده. قلنا النيرفس سيستم بيتقسم عندي حاجتين، بيتقسم عندي ليه؟ سنترال نيرفس سيستم وبريفرال نيرفس سيستم. ايه هو السنترال نيرفس سيستم؟ قال لك ان هو عباره عن البرين والسباينال كورد. تمام، مش احنا قلنا برين وسباينال كورد؟ هنبدا اول حاجه نتكلم عن البرين. قال لك ان انت عندك البرين بيتكون عندي من ميني بارتس. قال لك الاجزاء دي مهمه عندك، هل انا لازم احفظ الاجزاء دي؟ لا. قال لك ان الاجزاء دي مهمه عندي كانترودكشن، حاجه كده مقدمه في الاول، لكن انت باذن الله هناخد المديول كامل باسم السي ان اس، هناخده في سنه ثانيه في الترم الثاني باذن الله. تمام، فانت يعني الحاجات دي خدها قرايه بس كمعلومات عامه دلوقتي، لكن كحاجه حفظ لك في الامتحان لا. تمام، قال لك اول حاجه البرين ده عباره، قال لك اللي عندك في الكتاب، قال لك ان هو انتجريتد سيستم، ده الحاجه اللي بتفسر، ده الحاجه اللي بتتخذ القرار، ده البص بتاعك، ده الريس، ده الليدر. تمام، ده اللي بيتخذ القرار بتاعك. هو مين؟ هو البرين. قال لك ان البرين بيتكون عندي من ثلاث اجزاء رئيسيه، الجزء الاول اسمه المدله، والجزء الثاني اسمه البونس، والجزء الثاني عندي اسمه البرين ستيم، او ليه اسم ثاني اسمه الميمبرين. تمام، الميمبرين ده بقى بيتكون من شويه اجزاء ثانيه اللي هي السيريبيلم والسيريبرم والهايبوثالموس والبيزل جانجليا. كل الكلام ده اقراه بس كده وخلاص. تمام، ما هوش حاجه تجيب لك الامتحان، دي ايه؟ زي ما احنا قلنا انتروداكشن. احنا قلنا برين وسباينال كورد، هنتكلم بقى دلوقتي عن مين؟ عن السباينال كورد. لكن السباينال كورد ده بيكون عباره عن حبل كبير كده، حبل شوكي صح؟ بيتكون عندي من شويه سيجمنت، قال لك بيكون عددهم 31 سيجمنت. يعني بص يا جماعه، فاكرين لما انتم كنتوا خدتوا في الاناتومي كنا بنقول ان احنا عندنا الفيرتيبرال كولوم بيتكون عندي من 33 فقره، كنا بنقول الحته اللي فوق اسمها سيرفايكال، بعد كده ثوراسيك، بعد كده لمبر، بعد كده عندنا الساكرال، بعد كده عندنا الايه؟ الكوكسجيل.
ليه احنا عندنا، كنا بنقول عددهم 33، ليه احنا عندنا السيجمنت بتكون عباره عن 31 بالرغم ان احنا بيكون عندنا في كل فقره بيكون موجود عندنا عصب؟ قال لك ان احنا كنا خدنا في الاناتومي ان احنا عندنا السيرفايكال ريجن بتكون سبع فقرات. قال لك ان هي بتكون سبع فقرات بس بيكون موجود جواها 8 سيجمنت من السباينال كورد، يعني دي بتكون سبعه وبيكون موجود هنا ايه 8. طيب والثراسك كانوا بيكونوا 12 بيكون جواها 12 سيجمنت. طيب اللمبر كانت يعني بتكون 5 وكان بيكون جواها 5 سيجمنت من السباينر كورد. طيب الحته بتاعت السكرم بتكون عباره عن 5 برضه وبرضه بيكون جواها 5 من السباينر كورد. الكوكسيشيس كنا بنقول ان احنا عددها 4، قال لك ما بيكونش جواها غير واحد بس، ايه عصب واحد بس اللي هو سيجمنت واحده من السباينر كورد. طيب لو حسبناهم عندها 8 و12 عبارة عن 20، 5 و5 عبارة عن 10، 1 عبارة عن 31. فعشان كده دول الفقرات 33 وعندنا السيجمنت بتاعت السباينال كورد بيكونوا 31. قال لك لو احنا خدنا كات سيكشن كده في السباينال كورد، يعني احنا مثلا عندنا الفرتبرال كولوم بيكون موجود جواه الفرتبرال كانال بيكون موجود جواه السباينال كورد، لو احنا خدنا كات سيكشن كده وبصينا في الشكل بتاع السباينال كورد هيكون شكله عامل ازاي؟ ركزوا كده معايا يا جماعة. قال لك ان هو بيكون باين بالشكل ده، الحته اللي في النص بتكون باتر فلاي شيب بنسميها جراي ماتر، والحته اللي حواليها بنسميها وايت ماتر، بتكون حته مايلينيتد. مايلينيتد يعني ايه؟ هنفهمها قدام. احنا عندنا اللي في النص ده ايه؟ بيكون باتر فلاي شيب، شوفوه شكلها شبه الفراشه، وبتتقسم عندي لثلاث مناطق. قال لك ان المنطقه اللي ورا دي بنسميها الحته اللي ورا، كنا بنقول الحته اللي بترمز عندي لورا في الاناتومي معناها دورسال، دي بيسموها دورسال هورن سيل، هورن يعني قرن كده، يبقى ده دورسال هورن سيل. وده اسمه الحته اللي قدام اللي بيكون ناحيه البطن بنسميها فنترال هورن سيل، فنترال هورن سيل، ودايما الفنترال بيكون اوسع شويه. طيب والحته اللي هنا بنسميها لاترال هورن سيل، يبقى احنا عندنا دي اسمها دورسال هورن سيل، دي بيكون اسمها لاترال هورن سيل، دي بيكون اسمها فنترال هورن سيل. تمام. طب والوايت ماتر، قال لك ان الوايت ماتر دي عباره عن مايلينيتد اكسون. ايه هو اصلا الاكسون ده؟ قال لك ان انت عندك النيرف سيل اللي هي الخليه العصبيه بتتقسم عندي زي ما انتوا خدتوا في الهيستولوجي، عندي بتتقسم عندي الحتتين، الحته القدامانيه دي بيكون اسمها سيل بادي، والحته اللي ورا دي بيكون اسمه اكسون. تمام. قال لك ان في شويه بروسيسز بيكون موجوده عندي في السيل بادي، البروسيس دي بيكون اسمها دندراي. طب البروسيس اللي بتكون موجوده في اخره الاكسون بيكون اسمها اكسون تيرمينال. طب والحاجات اللي في النص الصفرا دي بيكون ايه؟ قال لك دي حاجه اسمها شوان سيل، شوان سيل بتصنع لي حاجه اسمه مايلين شيز، حاجه كده زي غلاف شكله بيكون فات كده، بيكون شكله لازق كده، ده بيحوط النيرف كده عشان يحميه، وعلشان برضه كل ما زاد المايلين شيز ده بيزود السرعه بتاعت الايه؟ بتاعت النيرف امبلس. تمام؟ نكمل الكلام بتاعنا، يبقى احنا كده عرفنا ان هو عباره عن مايلينيتد اكسونز، يعني هو عباره عن اكسونز بتكون ايه؟ مايلينيتد. تمام؟ وبيكون بيحوط عند الايه؟ بيكون محوط عند الجراي ماتر. قال لك ان السباينال كورد بتاعنا ده بيكون طالع منه تو روتس، ازاي؟ بصوا يا جماعه، احنا عندنا السباينال كورد ده الجميل بتاعنا اهوت، نفس ما قلنا ده السباينال كورد اللي في النص، ادي الجراي ماتر وادي الوايت ماتر بره. يكون جاي له تو روت، روت من هنا من الحته اللي من ورا هنسميه دورسال روت، او اللي جاي فيه الايه؟ اللي جاي فيه الافرنت، احنا كنا بنقول الافرنت بيجي من هنا ويقوم جاي داخل عندي من الحته اللي ورا عند الدورسال هورن سيل، يعني انا عند الافرنت بيجي من الدورسال هورن سيل. طيب وبيطلع منه روت تاني بيكون فنترال، اسمه فنترال روت او ايفرنت بالاي، يبقى الايفرنت ده الايه؟ الصادر، يبقى ده الوارد اللي جاي له افرنت، والصادر اللي جاي اللي طالع منه اللي هو الايه؟ الايفرنت. يبقى اللي جاي الافرنت بيكون دورسال، لكن التاني بيكون ايه؟ بيكون فنترال. يبقى احنا عندنا قال لك ان انا عند الدورسال او الافرنت سنسوري روت ده بيكون جاي من البريفري او من الريسبتور اللي بتكون موجوده عند هنا، ورايح عندي عند الحته اللي هنا اللي هي في الدورسال هورن سيل. طيب قال لك ان هو بيكون عباره عن ايه؟ قال لك بقى ان في شويه سيل بادي بيتجمعوا عندي جوه الاكسون وبيشكلوا عندي حاجه اسمها دورسال روت جانجليا. تعالوا نفهم كده، بص احنا عندنا لو احنا كبرنا الصوره اللي ورا دي شويه، بص هيبقى شكلها عامل ازاي؟ احنا عندنا ده الافرنت جه اهوت وراح عندي في الدورسال هورن سيل، في هنا في نيرف كده في النص، شايفين النيرف اللي في النص ده بيسموه انتر نيرون، انتر كنا خدناها في الترمينولوجي معناها بين، ونيرون لان في نيرون هنا اهوت، ده نيرف اهوت ونيرف اهوت. تمام. فقال لك ان انا عند السيل بادي بتاع النيرون ده في شويه سيل بادي، وسيل بادي بتكون موجوده كتير جوه السباينال كورد، بيتجمعوا مع بعض وبيشكلوا عندي حاجه اسمها دورسال روت جانجلي. بعد كده هيطلع عندنا ايه؟ بعد كده بعد ما خلصنا خالص هيطلع عندنا من الحته دي اللي هي من الفنترال، هيطلع عندنا حاجه اسمه ايه؟ فنترال روت. قال لك ان الفنترال روت ده بيكون جاي من الفنترال هورن سيل، ويقوم جاي رايح عندي للبريفري. يعني ايه يا جماعه؟ يعني يقوم جاي رايح عندي في الطرف بتاع الفنترال هورن سيل، بصوا كده، ويقوم جاي رايح متحد عندي مع ايفرنت نيرف، يبقى يعمل عندي ايه؟ ايفرنت نيرف. لما نيرف ونيرف يتحد مع بعض واحد الاكسون بتاعه واحد بالسيل بادي بتاعه، بنسمي العمليه دي بنسميها ايه؟ بنسميها ساينابس. يعني ايه ساينابس؟ يعني في عصب اتحد بيه
السيل بادي بتاعه، واحد اتحد بيه الاكزون بيتين اتحدوا مع بعض يعملوا اتصال، الاتصال ده هيكون اسمه ايه؟ هيكون اسمه ساي نيبس. طيب تعالوا نرجع لورا، احنا عندنا الكونكشن اللي بين الاثنين نيرون انسايد ذا سي ان اس كو سي ان اس، بنسميه ايه؟ بنسميه ساي نيبس. تعالوا نخش بقى على النقطه اللي بعدها. قال لك دي برضو من ضمن الحاجات العامه واحنا قلناها اوريدي، احنا قلنا الاستراكشر يونت، الاستراكشر يونت بتاع النيرف سيستم اسمها النيرف سيل او النيرون. طيب الفانكشنال يونت قال لك اسمها ريفلكس ارك. ريفلكس ارك ده يا جماعه معناه ايه؟ او الريفلكس اكشن ده معناه اللي احنا قلناه دلوقتي، اللي هو عندنا السنسور اللي هو الريسبتور اللي عندنا، والافرنت والكنترول سيستم اللي عندنا سواء برين او سباينال كورد، والافرنت والافكتور اورجان العضله اللي هتاثر، ده اسمه ريفلكس ارك او الفانكشنال يونت. يبقى الفانكشنال يونت يا جماعه دي الحاجه اللي بتحصل او الاستجابه. ريفلكس يعني الاستجابه او الانعكاس اللي حصل عندي نتيجه للايه؟ نتيجه للاستيمولس اللي جه عندي. واحنا قلنا الريفلكس ارك بيتكون عندي من ريسبتور وافرنت اللي هو الوارد، وعندنا الحته اللي بعد كده السنتر هو اللي هيفكر ويتخذ القرار، بعد كده الافنت نيرون اللي هيروح للافكتور اورجان اللي هيعمل الحاجه او الامر اللي احنا هنطلبه منه. بعد ما خلصنا دلوقتي الكلام عن السنترال نيرفس سيستم هنتكلم دلوقتي عن البريفرال نيرفس سيستم. تمام، قال لك انت عندك بريفرال نيرفس سيستم بيتقسم عندك لحاجتين، الاوتونوميك نيرفس سيستم والسوماتيك نيرفس سيستم. ايه الفرق ما بين السوماتيك وايه الفرق ما بين الاوتونوميك؟ قال لك ان انت عندك السوماتيك ده بيكون فولنتري بس الاوتونوميك ده انفولنتري. ما فهمتش حاجه. بص، انت عندك في حاجات في جسمك انت بتعرف تتحكم فيها، حاجات بتكون اراديه زي مثلا ايدك تعرف تحركها، صباعك، لسانك، كل الحاجات دي تقدر تحرك، كل دي حاجات بتكون اندر فولنتري كنترول، تمام، تحت التاثير الارادي بتاعك، فانت تقدر تتحكم فيها، دي بتكون سوماتيك نيرفس سيستم. طب الحاجات اللي انا ما اقدرش اتحكم فيها زي القلب، زي الرئه، زي الحاجات اللي جوه دي، هل انت تقدر تقول للقلب بتاعك زود التنفس، زود ضخ الدم بتاعك شويه؟ هل تقدر تقول للرئه بتاعتك زود التنفس بتاع الاكسجين؟ هل تقدر تقول مثلا لاي حاجه للعضو في جسمك مثلا يا كبد زود مثلا عمليات الايض اللي عندك، زود الميتابوليزم اللي عندك؟ لا انت ما تقدرش، لان الحاجات دي بتكون انفولنتري، الحاجات مالكش تحكم فيها. تمام، ايه بقى الفرق ما بين السوماتيك وايه الفرق ما بين الاوتونوميك؟ احنا قلنا اول حاجه اول فرق عندهم ان ده بيكون فولنتري والتاني انفولنتري. قال لك ان انت عندك السوماتيك ده بيكون وان سيستم، وان سيستم، تمام، لكن الاوتونوميك نيرفس سيستم بيكون تو سيستم، تو سيستم. بيتقسم عندي لحاجتين، السمباثيك وباراسمباثيك. السمباثيك بيكون في حاله الخوف الفايت او الفلايت، يعني انت دلوقتي خايف مرعوب، قاعد تصارع واحد، قاعد تتخانق انت وهو، ده كله حاله ايه؟ ده تكون مشغل عندك جهاز ايه؟ سمباثيك. تمام، طيب لو انت دلوقتي مثلا قاعد مثلا ايه، خايف واحد مثلا جاي يقتلك، تمام، فانت خايف منه، فالحاله دي بتلاقي نفسك متوتر، قاعد تعمل، ده كله بيكون ايه؟ تحت تاثير السمباثيك نيرفس سيستم. طب الباراسمباثيك ده نفس ما انت قاعد مثلا دلوقتي قدامنا قاعد تاكل ساندوتش، هي ده بقى الباراسمباثيك، ده الحاجه الطبيعيه بتاعتك. تمام، يبقى ده بيكون وان سيستم، ده بيكون تو سيستم. تمام، فاكرين بقى الخمس حاجات اللي احنا خدناهم في الريفلكس ارك؟ قلنا اول حاجه اللي هو اول حاجه بيكون ريسبتور، بعد كده يكون عندنا افرنت، بعد كده هنروح للسنترال، كده هيكون عندنا افرنت، بعد كده هنقوم جايين رايحين عندنا الافكتور اورجان، كنا بنقول عندنا ايه؟ الريسبتور اللي هو الايه، الحته الاولانيه دي الريسبتور سكن، بعد كده كنا بنقول بيقوم جاي رايح في الافرنت باث واي، بعد كده يقوم جاي قاعد في السنتر هنا، يقوم جاي رايح مطلع علينا نيرف تاني، ده بيكون افرنت وبيروح للافكتور اورجان اللي هو الايه، المسرح. هنتكلم بقى عن المقارنه بينهم في الخمس حاجات دول. اول حاجه الريسبتور، الريسبتور في السوماتيك، تخيل حاجه مثلا احنا هنضرب عندنا مثال، مثلا ايدك لما بتيجي تحركها، والاوتونوميك اي عضو في جسمك. تمام، قال لك ان انت عندك الريسبتور، لو حصلت عندي مشكله مثلا، فاكرين مثال الشمعه لما احنا ايدنا اتلسعت، كان ايه هو الريسبتور اللي عندنا؟ اللي هو السكن. انا ايدي راح جايه مرسومه عن الشمعه، فراح جايه بعت شويه سنسور موجودين على السكن هنا، راحوا جايين باعتين لي اشاره راحت بالافرنت نيرف. تمام، فاحنا عندنا ايه؟ الريسبتور موجود عندي على السكن، لكن الريسبتور هناك في الاوتونوميك حاجات جوه، حاجات جوه جسمك انت بتعرف تتحكم فيها، فبتكون مثلا موجوده على القلب، موجوده على اللنج، موجوده على الليفر، على اي مكان، اي عضو عندك في جسمك، بتكون في الايه؟ في الاورجان اتسيل، بتكون في الايه؟ في العضو نفسه. عشان ايه؟ لما يحصل اي مشكله في اي حاجه تقوم جايه بعتها. فلما بتبعت بقى، احنا قلنا الطريق اللي بعده بيكون ايه؟ بيكون افرنت، بيكون ايه؟ افرنت، هتمشي في الافرنت باث واي. تمام، بصوا لما مشيت في الافرنت الاثنين بيكونوا نفس بعض، بيكون عندنا افرنت باثواي نيرف طالع من المكان الريسبتور ده رايح للايه؟ للسنترال نيرفس سيستم، رايح للبرين او للسباينال كورد عشان يعرف الحاجه دي. فبيكون الافرنت متطابق ما بين السوماتيك والايه والاوتوروميك، الاثنين بيكونوا نفس بعض في الايه؟ في الافرنت. تمام، فاول ما هيوصل عند السباينال كورد الحته اللي في النص، كل واحد منهم ايه؟ هيروح لمكان. تمام، يعني انت شايف النيرف ده راح جاي موصل الاكزون بتاعه، هو الاكزون بتاعه وصل لحد الايه؟ السباينال كورد. تمام، كل واحد منهم هيطلع من حته. انا متهيالي انا دلوقتي ايه اللي انا محتاج فيه سرعه اكبر؟ هل ان انا مثلا لو ايدي مثلا هتلمس الشمع وخلاص هتتلسع، محتاج ان انا اشيلها على طول، ولا محتاج مثلا ان انا اخلي مثلا السمول انتستين تمتص الاكل؟ لا، اكيد الاهم بالنسبه لي ان انا ايدي تبعد على طول عن الشمع، وان انا احرك ايدي على طول، او ان انا مثلا لما احب اشيل حاجه، تخيل ان مثلا لما تحب مثلا تشيل طبق او تشيل حاجه من على الارض، لو انت بتتاخر على ما الاشاره العصبيه تعمل، لا ده انت بتفكر في الحاجه تلاقي الحاجه دي ايدك اتحركت واتعملت على طول. فانت عندك السوماتيك
دي بتكون ايه؟ بتكون موجوده عندي في الانتيرور هورن سيل. الحته اللي قدام دي يا جماعه اسمها انتيرور هورن سيل او اسمها فنترال هورن سيل. يبقى انا عندي الافرنت ستيل بادي بتاع السوماتيك نيرف فايبر ده بيكون موجود عندي فين؟ بيكون موجود عند الانتيرور هورن سيل، على عكس مين؟ على عكس الاوتونوميك. الاوتونوميك بيكون موجود في اللاترال هورن سيل، في الحته اللي ورا، بيطلع عندي من اللاترال. ليه يا جماعه؟ لان احنا عندنا الاوتونوميك ممكن يتاخر ايه؟ ممكن يتاخر شويه، فاحنا فضينا المكان اللي قدام للسوماتيك والحته اللي ورا حطيناها للاوتونوميك. يبقى الاوتونوميك بيطلع من اللاترال، لكن السوماتيك بيطلع عندي من الانتيرور هورن سيل. طب احنا هنقارن ما بينهم في ايه كمان؟ هنقارن ما بينهم كمان في الايفرنت، في البتاع اللي طالع. اللي طالع ده بيكون 1 نيرون، ده بيكون 2 نيرون. يعني هنا بيكون في نيرف كده يكمل نص الطريق، وبعد كده نيرف تاني يكمل مكانه. عن طريق ايه؟ عن طريق حاجه اسمها ساينابس اللي احنا قلناها، وبيكون في النص اوتونوميك جانجل. هنحكي القصه دي بالتفصيل في السلايد الجايه، تمام؟ طب الافكتور اورجان بيكون هنا ايه؟ هنا بيكون سكيليتال ماسل، وهنا بيكون انترنال اورجان او جلاند، يعني حاجات انا ما بعرفش اتحكم فيها زي ايه؟ الاورجان اللي جوه جسمي او الجلاند الغدد اللي عندي، تمام؟ نقارن بينهم كام مره. السوماتيك فولانتري، الاوتونوميك ان فولانتري. ده بيكون 1 سيستم، ده بيكون 2 سيستم، اللي هو الايه؟ ثمباثاتيك وبارا. الريسبتور هنا بيكون السكين. هنقارن في خمس حاجات: ريسبتور، سكين، لكن هناك الايه؟ الاورجن اتسيلف. طيب الافرنت، الاثنين بيكونوا زي بعض. ده بيطلع من الانتير هورن سيل اللي قدامها على طول، علشان يخلص على طول ويوصل للمصل يقدر ياثر عليه على طول، لكن ده هيتاخر شويه. هنعمل ايه؟ هنطلعه من اللاترال، الحته اللي ورا. اللي ورا مين؟ اللي ورا الانتيرور. طب نكمل. ده بيكون 1 نيرون، ده هيقوم جاي رايح نيرف واحد، هيقوم جاي رايح للسنتر نيرف سيستم من السباينال كورد، يقوم جاي رايح على طول للمكان اللي هو هياثر عليه. لكن ده لا، ده هيقوم جاي رايح ومريح شويه في محطه هنا، وهيخلي واحد تاني يكمل الطريق، نيرف تاني يكمل مكانه الطريق بداله، تمام؟ يبقى انا كفايه عليا لحد هنا، هكمل طريق نيرف. فبيكون 2 نيرون. طب الافكتور اورجان، يا اما بيكون هنا سكيليتال ماسل، حاجه انا بعرف اتحكم فيها، لكن الحاجات الثانيه بيكون انفولانتري، حاجات ما بعرفش اتحكم فيها زي الاورجان وزي الايه؟ زي الجلاند اللي هي الغدد، تمام؟ دي مقارنه بين السوماتيك والاوتونوميك. احنا قلنا الافرنت عندنا 2 نيرون. ايه هما التو نيرون دول؟ هنقارن بين السوماتيك والاوتونوميك عن طريق الافرنت موتور نيرف، اللي هو اللي بيكون طالع في الاخر، ده اللي هيروح للايه؟ اللي هيروح للافكتور اورجان. هنقارن ما بينهم في الحاجات دي. قال لك ان انت عندك النيرف اللي طالع ده الفايبرز بتاعته بتكون مختلفه، يعني النيرف ده غير النوع، النيرف ده غير نوع النيرف ده. يعني مثلا بيكون في نوع سريع قوي، في نوع اقل سرعه، في نوع بطيء قوي، تمام؟ قال لك ان انا عندي النيرف فايبر بيتقسم عندي لثلاث حاجات: A فايبر وB فايبر وC فايبر، تمام؟ الـ A فايبر ده بيكون اسرع واحد، وبيكون سرعته 100 متر في الثانيه. البي فايبر ده بيكون سرعته 10 متر في الايه؟ بتكون سرعته تقريبا 10 متر في الثانيه، تمام؟ لكن الثاني بيكون ايه؟ بيكون 1 متر في الثانيه. طب الايه؟ قال لك ان الاي فايبر ده بيكون مايلينيتد وبيكون ثيك، سميك قوي. قال لك ان البي فايبر ده بيكون مايلينيتد بس ايه؟ ثن، ثن مايلينيتد. لكن الاخير السي فايبر ده بيكون ان مايلينيتد. المايلين شيز ده بنستخدمه ايه؟ كل ما زاد المايلين شيز زاد عندي الصمت، زادت عندي السرعه، تمام؟ لانه بيخلي النيرف يقفز كده فبيعدي على طول. قال لك ايه بقى؟ قال لك ان السوماتيك محتاجين فيه سرعه عاليه قوي علشان السكيليتال ماسل نقدر نعملها. شايفين 1 نيرون، تمام؟ على طول. فالنيرون ده بيكون ايه؟ سرعته عاليه قوي، بيكون نوعه ايه؟ الفا فايبر، بيكون ثيك مايلينيتد. يعني طالما ثيك يعني فيه مايلين كتير، يعني فيه سرعه كتير قوي. يعني السرعه بتاعته هتكون كام؟ 100 متر في الثانيه، تمام؟ كام سرعته؟ 100 متر في الثانيه، تمام؟ سريع جدا. لكن هنا هيكون ايه؟ احنا عندنا بقى بيتقسم عندي طريقين، تمام؟ اول طريق النيرف اللي بيمشي عندي من السباينال كورد لحد ما بيروح الجانجليا اللي في النص ديت، ده بيكون اسمه بري جانجليونيك. اسمه ايه؟ بري جانجليونيك. اللي هو ايه؟ اللي في النص ده، في النص ده اسمه بري جانجليونيك، اللي راح المحطه، تمام؟ اللي راح المحطه ده اول ما طلع كان واحد، تمام؟ اول ما طلع من المحطه بقوا تسعه. بقوا تسعه ازاي؟ اللي هو المايلينيتد ده احنا جايين مقطعين النيرف ده، مخلينه اكتر من نيرف. علشان ايه؟ علشان يوزع الدنيا. ليه؟ لان انا عندي ايه مثلا؟ هو لما عايز يروح، عايز يروح للقلب، وعايز يروح للرئه مثلا، وعايز يروح للايه؟ للاستومك، تمام؟ عايز يروح للثلاث اماكن دول، وهو نيرف واحد بس هيقدر يروح للثلاثه؟ لا، ده احنا هنقوم جايين ايه؟ لو قال مثلا انا هقوم جاي رايح اول حاجه للاستومك، وبعد كده ابقى اشوف القلب عايز مني ايه، وبعد كده ابقى اشوف مثلا اللنج عايزه مني ايه، لان كده الدنيا هتضيع مني. فانا بعمل ايه؟ بقوم جاي مقسمها. يعني مثلا داخل واحد طالع تسعه، طالع تقريبا تسعه، تمام؟ في السمباثيك بيطلع اكتر من تسعه، في الباراسمباثيك بيطلع اقل من تسعه، تمام؟ فقال لك ان هي لما بتخش عند الجانجل هيطلع ايه؟ تقريبا لو في حاله مثلا السمباثيك هيطلع عندي ايه؟ هيطلع عندي اكتر من تسعه، التسعه دول هيروح ايه؟ ثلاثه هيروحوا القلب، ثلاثه هيروحوا الاستومك، ثلاثه هيروحوا الايه؟ ثلاثه هيروحوا مثلا اللنج. دي مش الحاجه اللي بتحصل بالظبط، بس دي مثال تقريبي. يعني الجانجل دي بنستخدمها ان ايه؟ نزود عدد النيرون، فطبيعي طالما زودت عدد النيرون هيتحول عندي، هتقل طبعا سرعته، لان انا لما اقسم واحد اقسمه لاكتر من واحد، اقعد اجزئه لحد ما يطلع عندي واحد بس، هيطلع عندي اخر نوع عندي اللي هو السي فايبر، اللي هو الام مايلينيت اللي ما عندوش مايلين، اللي بيكون نسبته كام؟ اللي بيكون سرعته 1 متر في الثانية. يعني انا هوزعهم بس
في المقابل كده ان انا هقلل السرعه ايه بتاعتهم كده، احنا قارنا بينهم من خلال الافرنت، يعني النيرف اللي طالع رايح الافكت اورجان ده بيكون شكله عامل ايه، يا اما بيكون سوماتيك، السوماتيك ده بيكون ايه فايبر مايلينيتد ثيك مايلينيتد بيكون 100 متر في الثانيه، البري جانجليونيك اللي هو هيكمل لحد الايه الاوتونوميك جانجل عند المحطه الاولانيه ده هيكون مايلينيتد وبي فايبر وهيكون 10 متر في الثانيه، طب الاخيره الاخراني هيكون 1 متر في الثانيه، سي فايبر ام مايلينيتد. تمام نكمل. طب احنا دلوقتي بقى عايزين نعرف اماكن كل واحد منهم، كل السيل بادي بتاع كل واحد بتاعهم هيكون موجود فين. قال لك ان انت عندك في السوماتيك هيكون موجود جوه السنترال نيرف سيستم، موجود جوه الايه جوه السباينال كورد، تمام اهو تمام، موجود في اي حته، موجود في الانتيرو هورن سيل عشان يطلع بسرعه، يعني تخيل سرعته 100 متر في الثانيه وكمان هنطلعه من ورا من ورا، تخيل عشان تستكر السوماتيك ده تخيل انك عربيه اسعاف، تمام عايز تخلي عربيه الاسعاف دي في اسرع سرعه ممكنه علشان تقدر توصل لمكان الحادثه بسرعه، هل هينفع مثلا ان انا اكون راكن عربيه الاسعاف في اخره الجراج؟ لا انا هركنها في اولت الجراج على طول علشان لما تتصل بيا يقول لي ان في حاله مثلا تعبان هيموت قرب يموت عنده مثلا اي حاجه، تمام الثانيه بتفرق، فانا هقوم جاي راكن العربيه قدام في الجراج خالص، لكن العربيه اللي وراها مثلا بتاعت مثلا مدير الاسعاف مثلا اللي هو اللي مش هيروح ينقذ الناس ولا كده هيكون راكن ايه ورا، هيكون راكن في اللاترال هورن سيل في الحته اللي وراها، تمام. فانت عندك البري جانجليونيك اللي هي الحته اللي هتطلع منها السمباثيك والبار بتاعت الاوتونوميك دي هتكون راكنه ورا، هتكون راكنه في اللاترال هورن سيل، اللاترال هتكون مين بتاعت البري جانجليونيك، يعني السيل بادي بتاع البري جانجليونيك موجود فين؟ موجود في اللاترال هورن سيل. طيب السيل بادي بقى بتاع البوست جانجلينيك هيبدا منين؟ بيبدا بيكون موجود بره السينس خالص، بيكون موجود فين؟ في الاوتونوميك جانجل، شايفين دي البوست جانجلينيك اهوت موجود بره، تمام موجود فين؟ في الاوتونوميك جانجل. فاحنا كده قارنا بينهم بنوع الفايبر والفيلوسيتي السرعه بتاعتهم، قارنا بينهم في الايه في السنتر. طب هنتكلم بقى دلوقتي عن الافرت، احنا قلنا ده اونلي وان نيرون، ده بيكون تو نيرون، النوع الاولاني بيكون ايه؟ بيكون بري جانجليونيك اللي هو اللي بيكون طالع، تمام، لكن الثاني هيكون ايه؟ بوست جانجليونيك، ده بيعتبر كفيرست نيرون والثاني كسكند ايه نيرون. طب ايه هي الاوتونوميك جانجليا؟ دي عباره عن كولكشن اوف سيل بادي، طب مش هي موجود فيها اكزون بتاع النيرون الاولاني وده السيل بادي بتاع الثاني، ازاي هقول ان هي كولكشن من السيل بادي؟ بص مش احنا قلنا في نيرف واحد بيخش بيطلع علينا تسعه، يعني تقريبا مين اللي هيكون اغلب؟ يعني هيكون عندي تسعه سيل بادي وهيكون عندي اكزون واحد، ففي الحاله ديت هيكون ايه؟ عشان كده سميناها كولكشن اوف سيل بادي، هي موجوده جوه السي ان اس ولا اوت سايد السي ان اس؟ بتكون اوت سايد السي ان اس. فاحنا كده الكلام ده هيقوم جاي وظيفته ايه؟ يقول له وظيفتي ان انا هوصله للاوتونوميك جانجليا، بعد كده مين اللي هيكمل الطريق؟ البوست جانجليونيك، هيوصله لحد الايه؟ تارجت اورجان، الاورجان اللي انا عايزه او التشو او اي حاجه اللي انا عايز اطبق عليها الحاجه دي. كده قارنا بينها في الايفرنت وقارنا بينها في الايه؟ شايفين نرجع ورا اهي، قارنا بينها في الحاجات ديت، قارنا بين السوماتيك والاوتونوميك، نجمع بقى كله على بعضه اهوت كده هنعيد بقى الكلام لان المقارنه دي مهمه جدا، ونقارن ما بين السوماتيك والاوتونوميك بالكامل. الفايبر بتاعنا هيكون ده، هيكون السوماتيك بيكون ايه فايبر، هنا البري جانجليونيك هيكون مايلينيتد بي فايبرز وسرعته 10 متر في الثانيه، الثاني هيكون مايلينيتد سي فايبر هيكون 1 متر في الثانيه، احنا قلنا السوماتيك قصدي بيكون 100 متر في الثانيه، تمام. قال لك ده بيكون فولانتري، ده بيكون انفولانتري، ده بيكون الريسبتور بتاعه موجود في السكان، ده بيكون في الايه في الاورجان اتسيلف، الاثنين بيكونوا شبه بعض في في الافرنت اللي هو السنسوري، تمام. السيل بادي بتاع ده بيكون موجود في السي ان اس، بيطلع من الانتيرو هورن سيل، لكن البري جانجليونيك بيطلع برضه موجود في السي ان اس، بس بيطلع منين؟ بيطلع من اللاترال هورن سيل. طب البوست جانجليونيك بيكون موجود بره السي ان اس خالص، بيكون موجود في الاوتونوميك جانجلي. ايه هي الاوتونوميك جانجلي؟ عباره عن كوليكشن اوف السيل بادي، تمام. ده بيكون 1 نيرون الافرنت، ده بيكون 2 نيرون، النيرون الاولاني اللي الفيرست نيرون بيكون ايه بري جانجليونيك، الثاني بيكون اسمه بوست جانجليونيك، بوست جانجليونيك البري جانجليونيك بيوصل لحد الاوتونوميك جانجل، الثاني من الاوتونوميك جانجل لحد الايه لحد الافكتور اورجان. مثال على السوماتيك اللي هو السكيليتال ماسل، مثال على الاوتونوميك اللي هو الانترنال اورجان او الجلاند اللي هي الغدد، تمام، اللي هي الحاجات اللي انا ما بعرفش اتحكم فيها. كده احنا قارنا ما بينهم، تمام. هنتكلم بقى دلوقتي عن موضوع ثاني عندنا اسمه الايه، اسمه الساينابس. ايه هو الساينابس؟ احنا قلنا ايه؟ عباره عن بري جانجليونيك وبوست جانجليونيك، عباره عن ايه؟ مشترك، مشترك حبيت اطول السلك بتاعه، رحت جاي جايب له سلك من تاني، ورحت جاي لحمهم مع بعض بلزق كده من فوق، لزقت السلكين مع بعض، رحت جاي لحمهم مع بعض بلزق من فوق، اللزق اللي من فوق المكان اللي انا لزقت فيه ده المكان اللحمه ده بنسميه جانجليا. الاثنين اللي هو السلك الاولاني سميناه بري جانجليونيك، اللي طالع منه اسمه البوست ايه؟ اسمه البوست جانجليونيك، ده هو الساينابس. طب قال لك ان هو في معلومه مهمه، قال لك ان هو نو سايتوبلازميك كونتينوال بتوين التو نيرون، يعني ايه؟ يعني انا هل لما بلزق المشترك باللزق كده من بره هل هو بيكون شبه اللي جاي من الشركه للسلك اللي بيكون ملحوم كامل على بعضه؟ لا، ده هو بيكون شكله باين كان في عيب، كانك انت زودته، يعني اي حد هيبص على السلك هيعرف انك مزوده، فاهمني؟ فهو ما بيكونش ايه مش سايتوبلازميك، يعني ما بيكونش الاثنين داخلين في بعض كانهم نيرون واحد، تمام؟ ده هما بيكونوا لازقين مع بعض، شايف ده الاكسون بتاع ده شبك مع السيل بادي ده، بس ايه مش داخلين جوه بعض، تمام؟ كل واحد من بعيد كده، تمام؟ وهنا بينقلوا الكهرباء. طب ايه هي بقى الاوتونوميك جانجليا دي بقى؟ اللي هي السيتويشن مكان اللزق اللي احنا لزقناه ده، قال لك ان ايه؟ قال لك ان هي اجريجيشن من السيل بادي زي ما احنا قلنا اوتسايد السي ان اس زي ما احنا عرفنا،
تمام. ايه هي الاهميه بتاعه الاوتونومي جانج اللي احنا عاملين، ليه هي اجبرت ان هي تعدي من محطه من المحطه ديت؟ قال لك ان هي بتشتغل كديستريبيوتنج سنتر، يعني احنا عندنا، احنا قلنا لو عايزين، لو في ثلاث اماكن عاوزينها، هي هتودي كل واحد منهم للمكان اللي احنا محتاجينه فيها، تمام. طب قال لك ايه كمان؟ قال لك ان هي كمان بنستخدمها للسايت اوف ريلي والريليز بتاع الكيميكال ترانسميتر. بص بقى، قال لك ان انت عندك في نوعين عندنا من الايه، من الجانجليا. في جانجليا بتكون خاصه بالثيمباثاتيك، وفي جانجليا بتكون خاصه بالباراسيمباثاتيك. حاجات بتكون مهمه معايا في الفايت والفايت وانا معصب وانا متخانق، وفي حاجات تانية وانا باكل الساندوتش وانا قاعد اتفرج دلوقتي على المحاضره، تمام. انت تخيل، بص على شكلك في المرايه وانت بتتخانق، تلاقي شكلك معصب لك، ومثلا وانت جيت داخل البيت وانت بتنهج وكده، يقول لك ايه يا عم انت كنت بتتخانق ولا ايه؟ يقول لك كده. لكن دلوقتي وانت قاعد تتفرج على المحاضره، قاعد تاكل الساندوتش، ما انتش بتعمل اي حاجه، زمان الساندوتش خلصت دلوقتي، تمام. فدلوقتي اهو قاعد تتفرج دلوقتي على المحاضره، قاعد دلوقتي في السمباثاتيك، قاعد معصب. فقال لك ان انت عندك ايه؟ قال لك ان الاوتونومي جانجليا بتعمل ريلي فين؟ في اقرب سباينال كورد. بص هنعدي النقطه دي وهنتكلم اول حاجه عن التايبس بتاعت الاوتونومي جانجليا، بعد كده هنتكلم. بص قال لك ان انت عندك اول حاجه الاوتونومي جانجليا بتتقسم عندي لايه؟ لثلاث انواع، لاترال وكولاترال وتيرمينال، تمام. اتنين منهم بيكونوا للسمباثاتيك، واحده منهم بتكون للباراسمباثاتيك. يعني انا عشان شايف اتنين للسمباثاتيك، مين اللي بتوع السمباثاتيك؟ اللاترال جانجليا والكولاترال جانجليا، تمام. لكن التيرمينال دي بتكون للايه؟ للباراسمباثاتيك، لان احنا قلنا ايه، لان احنا قلنا التانيه بتكون في الايه، في الاورجان، تمام. بص قال لك ايه؟ قال لك اول حاجه هنعرفك اماكنهم، تمام. اللاترال بتكون موجوده على الجانبين بتوع الفيرتبرال كولوم، تمام. سميناهم لاترال ان هم بيكونوا على الجوانب، فلاترال معناها جانب، تمام. هتبقى في الجوانب بتاعه الفيرتبرال كولوم، بيكونوا على الجانب، تمام. وقال لك ان هي بتكون شبه السبحه، فسميناها سيمباثيك تشين. بيكون في كل فيرتبرال كولوم بيكون ليها، بيكون ليها ايه، كل سباينال نيرف بيكون خاص، عنده جانجليا خاصه بيه. يعني في السباينال نيرف بتاع الثراسيك عندنا 12 ايه جانجليا خاصه بيه، بس ما عدا منطقتين. عندنا منطقه السيرفايكال بدل ما هي موجود فيها 8، قال لك ده عشان منطقه السيرفايكال الرقبه بتكون ضيقه، مش هينفع احط فيها 8 جانجليا، هتبقى يعني الدنيا كده بارزه كده، تمام. فقال لك هنحط فيها كام؟ هنحط فيها 3 بس، اللي فوق هنسميها سوبيريور، اللي في الوسط هنسميها ميدل، اللي تحت هنسميها ايه؟ انفيريور، تمام. يعني احنا في كل المناطق عندنا مع كل سباينال نيرف موجود عندنا 1 جانجليا، تمام، ما عدا منطقتين، تمام. المنطقه الاولانيه بتاعه السيرفايكال بيكون في بدل ما هم 8 هيكون موجود 3 بس، سوبيريور وميدل وانفيريور، وعندنا منطقه الكوكسيجيال موجود فيها واحده بس، تمام. دي اللاترال. قال لك في واحده بتكون جنب اللاترال في الجهه الثانيه، فبيكون اسمها ايه؟ كولاترال. بتكون ما بين الاورجان وما بين اللاترال، فعشان كده سميناها ايه؟ كولاترال. قال لك دول بيكونوا ثلاثه جانجليا، تمام، بيكونوا موجودين عند المنشا، عند الاوريجن بتاع ثلاثه ارتري، ثلاث شرايين، تمام. الارتري اللي موجوده عندها بيكون اسمها ايه؟ سيلياك ارتري. فعشان الجانجليا اللي جنب السيلياك ارتري سميناها سيلياك جانجليا، تمام. طيب وقال لك ان الجانجليا اللي بتكون عند في ارتري يعني اسمه سوبيرو ميسنتريك ارتري سميناها سوبيرو ميسنتريك جانجليا. وفي جانجليا عند الحته الثانيه، عند الحته بتاعت الانفيرو ميسنتريك ارتري سميناها انفيرو ميسنتريك جانجليا، تمام. طب احنا ما فهمناش حاجه، طب امتى تعمل ريلي هنا؟ عارفين اللاترال وكلاترال دول بتوع السمباثاتيك، امتى السمباثاتيك يعمل ريلي هنا؟ امتى يجي هنا ويتحول عندي لبوست جانجليونيك؟ قال لك في حالتين، في اي حاجه للسمباثاتيك بيعمل، لا بيعمل ايه؟ بيعمل في الحته بتاعت اللاترال، ما عدا مكانين بس، ما عدا المنطقه بتاعت البلفس والابدومين بتعمل في الكولاترال. يعني احنا عندنا المنطقه اللي بتغذي الاعضاء بتاعت الابدومين مثلا، اللي هي الاستومك، الانتستين، كل الحاجات دي اللي في الابدومين وموجوده في الحته بتاعت البلفس اللي هي الجينيتال سيستم اللي هي الاعضاء التناسليه دي، كلها بتتغذى بواسطه ايه؟ الكولاترال جانجليا. اي حاجه غير كده سمباثاتيك بتتغذى بواسطه الايه؟ اللاترال. طب ايه حكايه التيرمينال؟ قال لك ان التيرمينال دي بتكون موجوده على السيرفيس بتاع الاورجان اللي احنا عايزين ناثر عليه ده او نشتغل عليه، او بتكون موجوده على الايه؟ على السيرفيس بتاعها او قريبه منه، بحيث ان هي تقدر تشتغل على طول، تمام. هي دي الايه؟ هي دي الباره بتاعت الباراسمباثيك. دي الباراسمباثيك، افتكر نفسك انت بتاكل الساندوتش السمباثيك وانت بتتخانق، تمام. اهو يقوم جاي داخل ايه؟ بري جانجلينيك، يطلع بوست جانجلينيك، وفي النص بيكون الجانجلي. احنا قلنا ثلاثه انواع من الجانجلي، لاترال وكولاترال وتيرمينال، تمام. اثنين للسمباثيك لاترال وكولاترال، كلهم كل السمباثيك بيعمل في اللاترال، ما عدا مين؟ ما عدا المنطقه بتاعه البلفس والمنطقه بتاعه الابدومين، وعندك الحته دي بتاعه الايه اللي بتكون تيرمينال، دي بتكون للايه؟ للبارا، تمام. هنقرا بقى الكلام اللي موجود عندنا. بس قال لك ان انت عندك السمباثيك البري جانجليونيك فايبر بيعمل ريلي فين؟ في منطقه بتكون قريبه من السباينال كورد. بص انت دلوقتي وانت مسافر قدامك كام؟ بص احنا دلوقتي وانت مسافر، تخيل انت مسافر اي مكان دلوقتي، تمام. وقال لك انت عندك قدامك ثلاث محطات بنزين. اول حاجه لو انت سمباثيك هتعمل ريلي في محطتين بنزين بس، يا دي يا دي.
لو انت هتروح اي مكان تاني هتعمل ايه في اقرب جانجليا عندك اللي هي في اللاترال، لو هتروح الابدو مانويل بلفيس هتعمل في الكولاتر، يبقى انت كده خلصت من المزاري. لكن قال لك لو انت في ال يعني انت لو في السمباثيك هتعمل في اقرب جانجليا هتقابلك تمام في الحته دي، يا اما هنا يا اما هنا. لكن قال لك لو انت بره سمباثيك هتعمل ايه الريلي بتاعك او التحول بتاعك اللي انت هتحول من بير من بري البوست، هتعمله في الايه في اخر محطه خالص، اخر محطه بنزين هتقابلك هتعمل فيها بنزين. يعني انت لو مسافر من مكان لمكان وقال لك انت هتمول بنزين مره واحده بس هتختار ايه؟ لو انت سمباثيك هتعمل هتمول بنزين في اللاترا لو انت رايح لاي مكان غير البيفس او الابد، لو انت رايح البيفس اصلا هتعمل في الايه في الكولاترا. لكن لو انت مسافر وانت بره سمباثيك في الحاله ديت هتعمل هتمول البنزين بتاعك في اخر محطه هتقابلك، هتبقى في الايه في التيرمينال، هي دي بقى المحطه. فانت بتعمل في السمباثيك في اقرب محطه بتقابلك، الا اذا كنت رايح البيفس او تاني هتعمل في الكولاترا تمام. طب قال لك ايه؟ قال لك ان انا عندي في السمباثيك بيخش واحد يطلع تسعه، بس ايه بيخش واحد يطلع اكتر من تسعه لان انا محتاج عدد كبير قوي في السمباثيك تمام. اتخيل انا في حاله فايت وفايت وعايز انشط حاجات كتير، فانا ادخل واحد اطلع تسعه تمام، اطلع اكتر من تسعه مور ذان تسعه تمام. لكن لو في البارا سمباثيك هدخل واحد اطلع ايه اقل من تسعه تمام. فعشان كده قال لك ان هي بتعمل اكتيفيت لأولي بوست فري بوست جانجليون فيو، دي بتكون قليل لكن دي بتكون ايه ميني تمام، عشان اعرف اعمل السمباثيك افكت بتاعي، عشان اعرف اعمل الباراسمباثيك افكت بتاعي. فدي بتعمل في اقرب جانجليا، دي بتعمل في اخر جانجليا اللي بتكون موجوده عند الاورجان، دي بتطلع لي بوست جانجليونيك كتير، دي بتطلع لي بوست جانجليونيك قليل تمام. بس قال لك في حاجه، انا قلت لك انك هتمون بنزين مره واحده، ما ينفعش انك هي مش تعمل انت هتخش كل شويه، يعني انت ما انت هتخش البري جانجليونيك هيطلع بوست جانجليونيك. يعني ايه؟ يعني ايه بوست جانجليونيك؟ يعني مش هينفع انك تخش جانجليا تانية وهتتحول لايه تاني، ما انت خلاص خلصت البوست جانجليونيك. فانت بتخش جانجليا مره واحده بس، بتعمل ريلي مره واحده بس. يعني انت ممكن تعدي بمحطه بنزين، يعني انت وانت مسافر هتلاقي ليك 500 محطه بنزين قدامك، انت مش هتعمل لو انت بره سمباثيك مش هتعمل ريلي غير في اخر جانجليا تمام. لو انت في سمباثيك هتعمل في اقرب جانجليا قريبه من السباينال تمام. لكن ايه انت مش بتتمون غير هي مره واحده، انت مش محتاج غير هي مره واحده، انت مش مسموح لك غير هي مره واحده تمام. ما هيش لعبه، مش كل جانجليا هعدي منها اقوم جاي عامل منها ايه حاصل عامل عندها ريلي تمام. فاحنا قلنا السايت بتاع الديستريبيوتنج سنتر، يعني هي السايت بتاع التوزيع بتوزعها الاماكن بتاعتها، هل هي السايت بتاع الريلي يعني بتحاول فيها بري جانجليونيك لبوست جانجليونيك، والسايت بتاع الريليز بتاع الكيميكال ترانسميتر ليه؟ بصوا هل هي مثلا بيقوم جاي داخل عند النيرف جانجليا يقوم جاي متحول على طول؟ لا، ده بيقوم جاي عامل ريليز لكيميكال يقوم جاي مطلع ماده كيميائيه فتقوم جايه منشطه عندي ان يتكون عندي بوست جانجليونيك، يقوم جاي طالع عندي مكمل الطريق ايه مكمل الطريق بتاعي. فهو الريليز بتاع الكيميكال ترانسميتر، امسيه الكيميكال ترانسميتر، اي كيميكال ترانسميتر بيعمل بيحصل عند البري جانجليونيك بيكون ايه الاسيتايل كولين. يعني احنا الاسيتايل كولين هو اللي بيطلع، هنتكلم عن الكيميكال ترانسميتر دي في اخر محاضره في الاوتونوميك بالظبط، هنشرح فيها كل حاجه عن الكيميكال ترانسميتر، فانتوا خلوا النقطه دي للاخر تمام. نكمل. قال لك ان انت عندك ايه، يعني انت قال لك الحته اللي بتكون من البري جانجليونيك لبوست جانجليونيك هنا بيطلع عندنا ايه اسيتايل كولين تمام. يعني في البري جانجليونيك بيطلع اسيتايل كولين، وبعد كده هنا برضو عند من البوست جانجليونيك لحد الافكتور اورجان برضو بيطلع عندنا ايه ليز كيميكال ترانسميتر تمام. بس انت عندك الجانجليا المستخدمه للريليز بتاع الكيميكال ترانسميتر هي ثلاثه فانكشن، ديستريبيوتنج سنتر بتوزع، بيحصل ريلي من بري البوست، وبيحصل عندها ريليز للكيميكال ترانسميتر زي الاسيتايل كولين تمام. اتكلمنا عن الكلام ده بالظبط، هنتكلم بقى عن التايب بتاع الايه ترامي جانجليا. نقرا الكلام اللي موجود عندك في الكتاب، قلنا اللاترال دي بتكون موجوده على شبه على الجانب بتاعه الفيرتبرال كولوم، وبيكون ليها اسم ثاني اسمها السمباثيك تشيل، انها بيكون شبه الايه شبه السبحه تمام. طيب الكولاترال قال لك ان هي بتبقى ريلي لمين للسمباثيك، وقلنا المعلومتين الزياده عندنا السيرفايكال ريجون ما بيكونش فيها 8، لا ده بيكون فيها 3 بس لو هو سوبير وميدل وانفير، عشان احنا عارفين منطقه الرقبه بتكون ضيقه، الكوكسيجيا بيكون موجود فيها بس جانجليا واحده تمام. وبيكون اسمها بارا فيرتيبرا لانها بتكون بارا معناها جار زي البارا سمباثيك اللي هو الجار سمبتاوي تمام، اللي هو الايه اللي هو جار السمباثيك تمام. فجار معناها ايه يعني على الجوانب بتاعته تمام. طب الكولاترا بيكون اسمها بري فيرتيبرا، احفظ الاسماء دي صم، لان في الامتحان بيجيب لك الاسماء دي عشان الحاجات اللي بين قوسين تمام. دي بتكون موجوده فين؟ ما بين السمباثيك تشين وما بين الايه الاورجان سبلاي، ما بين السمباثيك تشين وما بين الاورجان تمام، فهي موجوده عندها الكولاترا. طب التيرمينال دي بتكون موجوده على السيرفيس، اه الثانيه اللي فوق دي بيكون نوعها ايه؟ بيكون نوعها سمباثيك، وبتعمل سبلاي لمين؟ للابدومين والبلفس فيسرا تمام، الاعضاء بتاعت البلفس والاعضاء بتاعت الابدومين تمام، الحوض والبطن تمام. طب التيرمينال قال لك بيكون اسمها بريفرال لانها بتكون في الاخر خالص في الجوانب في الاطراف، فهي بنسميها بريفرال بريفرال جانجليا، فهي بتكون على السيرفيس او على الايه او بتكون جوه الايه جوه الاورجان نفسه، وبتكون بارا سمباثيك، يعني الاثنين دول سمباثيك دول بيكونوا بارا سمباثيك اللي هي بتاعت الايه التيرمينال تمام. وكده خلصنا الكلام بتاعنا والمحاضره بتاعتنا عن اتكلمنا دلوقتي عن الجانجليا، اتكلمنا عن مقدمه في النيرف سيستم، قارنا بين السوماتيك والاوتونوميك،
اتكلمنا عنهم بالتفصيل. المحاضرة الجاية بقى هنتكلم عن السيمباثيك والبارا سيمباثيك والتأثيرات بتاعتهم بإذن الله. Thank you.